للمرة الأولى الولايات المتحدة تعرض بالأدلة بقايا أسلحة إيرانية. الأسلحة قامت طهران بتمريرها لميليشيا الحوثي في اليمن. الأدلة: بقايا متفحمة لصواريخ فالستية قصيرة المدى أطلقت لاستهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. واشنطن أكدت انتهاك طهران لقرارات الأمم المتحدة. السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة أكدت أن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف دولي لمواجهة خطر طهران. ترحيب جماعي من السعودية والإمارات والبحرين واليمن بتقرير الأمم المتحدة. انتهاكات إيران تتوسع من اليمن للبنان والعراق وسوريا. جماعات الإرهاب في الشرق الأوسط مدعومة من إيران.